بداية أسبوع عسيرة لسكان لندن في الوصول إلى مقر عملهم. 8 من خطوط مترو أنفاق لندن الأحد عشر عاطلة عن العمل أو تعمل جزئيا بعيدا عن قلب لندن لعدم التوصل إلى تسوية إغلاق مكاتب التذاكر في المحطات. طوابير طويلة تشكلت في محطات الحافلات التي لم تستوعب ملايين الركاب لتصبح شوارع لندن الضيقة مختنقة بشتى وسائل التنقل، فالبعض سار على الأقدام أو استخدم الدراجات الهوائية وإن لمسافات طويلة، وبعضهم عاد لاستخدام سيارته الخاصة. أتحفظ على هذا الإضراب رغم أنني أتفهم الظروف المحيطة به وما يطالب به العمال، وهذا ما أشعر به حيال ما يجري من معاناة للركاب. إضراب مترو لندن أثر على تنقلي والتزاماتي اليوم للوصول في مواعيدي، وأثر أيضا على الناس الذين كنت سألتقيهم. خلاف نقابة العمال في مترو الأنفاق مع إداريه تعود إلى سياسة التقشف التي اتخذت الحكومة وأدت إلى التخلي عن وظائف لا سيما تلك المتعلقة بمكاتب التذاكر في المحطات وتعويضها بمواقع إلكترونية وأجهزة إصدار آلية ولشحن بطاقات السفر البلاستيكية للركاب الذين يزيد عددهم عن 4 ملايين راكب يوميا. شبكة مترو أنفاق لندن تعد بمثابة شرايين قلب لندن النابض، ومن دونها تصبح لندن مشلولة الحركة، فهذا الإضراب شبه الكلي في المدينة المحرك الأساسي لاقتصاد بريطانيا يكلف أكثر من 60 مليون دولار. رسالة الإضراب التي ستصل إلى جميع أنحاء العالم سلبية للغاية في الوقت الذي نتعامل مع تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لندن صوتت بأغلبية ساحقة للاحتفاظ بالعضوية الأوروبية، ونحن نحاول التأقلم لصنع نجاح خارج المنظومة الأوروبية. ووصول صور الإضراب في هذا الوقت بأن لندن بطريقة أو بأخرى مغلقة وأنه يصعب القيام بأعمال تجارية أو تنقل السائحين. ويتوقع أن تعود خدمات مترو الأنفاق إلى طبيعتها الثلاثاء على أن يعلن يوم إضراب آخر إذا لم ينزع فتيل الخلاف العمالي النقبي والإداري الذي يدفع ثمنه مستخدم الشبكة من ذوي الدخل المحدود الذي لا يملك وسائل بديلة للتنقل. مصطفى زارو، العربية، لندن.